مساء الخير على حضراتكم، كل التحيات والأمنيات الطيبة لكم في أي مكان بتتفرجوا علينا منه. تحياتي لكل رسائل التقدير مرة تانية اللي بتوصل لينا هنا في البرنامج. مهمتنا في الحياة إن إحنا نتكلم ونتناقش ونفتح كل الملفات اللي ممكن حضرتك تكون عايز تتكلم فيها أو مهم نتكلم فيها. هدخل دغري في موضوع النهاردة لأنه مهم للغاية، مهم في أرقامه، مهم في تفاصيله، مهم لأن المستقبل ما ينفعش يبدأ وإحنا عندنا ملف زي ده أرقامه بتدي مؤشرات خطر. البداية في ملف النهاردة هو الإدمان. ليه بنتكلم في الإدمان؟ لأن لما أقعد مع دكتور، مع أستاذ عمرو عثمان، يا رب إن شاء الله كده ينول الدكتوراه قريب، رئيس صندوق مكافحة الإدمان. الأول أرحب بيه وبعد كده أكمل لحضراتكم. دكتور أستاذ عمرو عثمان هتاخد الدكتوراه قريب إن شاء الله. أستاذ عمرو عثمان أهلا بحضرتك، لأنك الحقيقة وجودك النهاردة مهم في إطار حملة تقودها وزارة التضامن الاجتماعي والصندوق، وأعتقد أن يمكن يعني آلاف الأسر وملايين الأسر هتكون مهتمة النهاردة أنها تسمع حضرتك. أنا مبسوط الحقيقة اللي أنا متواجد مع حضرتك النهاردة. الله يخليك يا رب. عارف برنامج حضرتك نافذة مهمة جدا للأسرة المصرية. شكرا. اللي احنا ندق ناقوس الخطر على بعض القضايا. صحيح. ومن أهمها قضية التعاطي والإدمان ما بين الشباب. أنا الشباب والبنات. والبنات. طبعا. وانا الحقيقه دي جزئيه مهمه، انا عارفه ان الدوله اخذت فيها يعني خطوات لم تكن الحقيقه متخذه من قبل، لكن خليني ابدا مع حضرتك. احنا عندنا ادمان بنسبه تقلق طول الوقت. في السنين اللي فاتت ما كناش الحقيقه بنقول ان احنا عندنا هذه النسب، لكن فجاه بدات الدوله تعلن بقوه لا احنا عندنا مشكله، مش مجرد حاله ومش فيلم ومش ظاهره عاديه، لكن هل احنا عندنا ظاهره من المدمنين تستحق التوقف بجد؟ الحقيقة مصر أخذت منهج مهم جدا. الدولة أخذت منهج المكاشفة والشفافية في عرض مشكلة المخدرات، وعندها إيمان راسخ أن تحديد أبعاد المشكلة بكل صراحة دي أول طرق المواجهة. عظيم. كنا يمكن قبل كده ما عندناش أبعاد مشكلة المخدرات، مش عارفين المشكلة إيه، فدايما لما بنيجي نواجه أي حاجة في الضلمة ما بنعرفش نواجهها بشكل صحيح. حقيقي وبشكل علمي. صحيح. فبالتالي مصر الحقيقة في عام 2015 وضعت أول قاعدة بيانات متكاملة عن مشكلة المخدرات في مصر. بقى عندنا خريطة يقول لك مشكلة المخدرات نسبة التعاطي قد إيه. أمال قبل كده يا دكتور، عفوا للمقاطعة، أمال قبل 2015 كنت بتعاون أو بتعامل مع ملف الإدمان إزاي؟ ما كانش فيه قاعدة البيانات اللي إحنا نقدر نعتمد عليها في صياغة خطط وسياسات بناء على بيانات ومؤشرات علمية دقيقة على أرض الواقع. يعني كان طبعا فيه بالتأكيد جهد ملموس بكل تأكيد، وكان فيه أبحاث شديدة الأهمية، ولكن أنا بتكلم يبقى عندنا يعني سكرين شوت، نطاق الجغرافي وفقا للمحافظات الأكثر انتشارا وفقا لأبعاد تفصيلية للمشكلة. الحقيقة أن احنا يعني بدأنا قبل 2015 بالضبط، كان تحديدا يمكن 2015، ومعاها تم إطلاق الخطة القومية لمكافحة المخدرات من مجلس الوزراء بناء على هذه البيانات. عظيم. طيب البيانات بتقول إيه؟ يا ريت بقى سمعنا. عندنا مشكلة ولا لأ؟ وتعالي نشوفها وفقا للمعدلات العالمية. الأول نسبة التعاطي، إحنا بنتكلم على التعاطي لسه ما دخلش في سكة الإدمان. أيوه. التعاطي خد مرة قاعد مع أصحابه خد، فقعد خد وما إلى ذلك، لكن لسه ما دخلش في سكة الاعتماد النفسي والجسدي على المادة المخدرة. عظيم. تعاطي 10% من الشريحة العمرية من 12 ل 60 سنة. يا خبر أبيض. المعدل العالمي قد إيه؟ 5%. إذن يعني إحنا مصر الضعف. الضعف فيما يتعلق بالتعاطي. الإدمان إحنا بنتكلم تقريبا في حدود 2%. يعني بنتكلم تقريبا إن إحنا عندنا 2 مليون مدمن تقريبا. ما أقدرش أقول كده، لأن برضو إحنا بنحدد في الشريحة عمرية معينة. أيوه. من 12 ل 60 سنة. أوكي. فمش واخدين كل الشرايح. كل الشرايح اللي ما فوق 60 سنة. بالظبط. أو اللي أقل من 12 سنة. بالظبط كده. عظيم. عندنا، يبقى أنا بعتذر عن الرقم، هو 2% لا يساوي 2 مليون. مظبوط. لأنه إحنا واخدين ده القاعدة دي أو النسبة دي في الفئة العمرية من 12 سنة لحد 60 سنة. مظبوط. فما دون 12 مش محسوب فيها. مش محسوب. وما فوق 60 مش محسوب فيها. أشكرك، أنا أسفة على الخطأ. لا يا فندم، عندنا الحقيقة بعض الفئات اللي إحنا قلقانين شوية إن عندها مشكلة مخدرات بزيادة شوية. زي مين؟ زي السواقين المهنيين.
بنتكلم نسبة التعاطي ما بينهم حوالي 24% في عام المهنيين دول زي مثلا يعني المهنيين اللي حضرتك معاه تقصد رخصة مهنية، اه معاه رخصة سواء نقل سواء يعني معاه ايوه رخصة مهنية، ايوه بنتكلم في حوالي 24%، نسبة عالية قوي. نسبة عالية جدا. صحيح احنا قدرنا حاملات ضخمة نقلل النسبة ل 12%، لكن لازالت النسبة ضخمة حتى الآن. العمال والحرفيين ايوه بنتكلم في حدود 19%، فبرضه عندنا مشكلة كبيرة ما بينهم. طبعا تخيلي سواقين المدارس برضه دي كمان أزمة. كانت النسبة بنتكلم في حدود 12% ما بين سواقين المدارس. عملنا بالفعل حملات وكان في ردع قوي جدا عليهم في خلال الفترة اللي فاتت، تدنت النسبة ل 3.4%. طب معلش يا دكتور، واللي كان يتقبض عليه او ما زال يعني من سواقين المدارس يقبض عليه بتهمة التعاطي او الادمان؟ سواقين المدارس لو في حد هيجي لي طواعيتا يتقدم للعلاج اهلا وسهلا بيه، اقدر اعالجه مجانا وفي سريه تامه زيه زي اي مواطن بيتقدم للعلاج. السنه ايوه اللي فاتت جالنا 104 الف مريض ادمان، لكن لو انا النهارده نزلت عملت الكشف على سواق مدرسه او اي سواق على الطرق السريعه او ما الى ذلك ولقينا ان هو ايجابي، هنا طبعا التعامل بلا هواده وبيواجه عقوبات جنائيه وبنحوله مباشرة للنيابة العامة. الكشف هنا بيكون ازاي دكتور؟ يعني الحملة هنا بتكون ازاي؟ سواق ماشي على الطريق الدائري على طريق اقليمي، هل ممكن توقفه وتاخد منه عينة؟ تعالي نفرق ما بين سواقين المدارس والسواقين على الطرق السريعة. اوكي سواقين المدارس بنعمل الحملات ازاي؟ اي بينزل مندوب من وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، ضابط من الإدارة العامة للمرور، ضابط من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، طبيب من وزارة الصحة والسكان، ممثل من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عضو من وزارة التربية والتعليم. اوكي لجنة ضخمة جدا مفيش أي مجال للتلاعب طبعا زي ما حضرتك صحيح، شايفة، ومن جهات ومن متعددة، جهات متعددة، وبالتالي فما فيش أي يعني شبهة تعمد لإساءة مظبوط لحد. مظبوط. بننزل المدرسة من خلال هذه اللجنة بناخد كشف السواقين اللي موجودين وبنعمل التحاليل عليهم. عظيم. في حالة إيجابية العينة طبعا لأن هو هيواجه عقوبات جنائية بناخد العينة نرجع نحللها مرة تانية في معامل الطب الشرعي أو المعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان عظيم. علشان نصل لمرحلة اليقين إن هذا الشخص متعاطي المواد المخدرة. وانس اللي احنا يعني وصلنا اتأكدتوا. لهذه الدرجة من اليقين الحقيقة بنبتدي ان احنا نتعامل معاه بتحويله للنيابة العامة. أما على الطرق السريعة تحويل النيابة فقط يا دكتور ولا تحويل النيابة والعلاج؟ دي برضو نقطة عايزة أسألها. لا، عايز أقول لك على حاجة. لو أنا لقيته وهو موجود في المدرسة ولسه كان معاه طلبة ولسه جايب طلبة وهيرجع تاني الطلبة، الحقيقة ما أقدرش إن أنا أتهاون أبدا. أوكي. فهو الحقيقة بياخد عقوبات يعني رادعة. طبعا. أما لو جالي بقى بشكل طواعية فأهلا وسهلا بيه، بقدم له خدمة العلاج مجانا وفي سرية تامة. أوكي. ناس كتير قوي بتقول ان انتوا يعني عندكم دبل ستاندرد او معايير مزدوجة شوية، ان في ناس بتعالجوها وفي ناس بتحولوها نيابة. لا، الحقيقة بنحول نيابة لان في بعض الامور لا تحتاج انصاف الحلول. صحيح. ومحتاج مواجهة رادعة. وردع. وعلشان كده النسبة تدنت من 12% ل 3%، حتى كمان على الطرق السريعة تدنت من 24% ل 12%. ده لسواقين النقل. لسواقين النقل برضه الحقيقة، وإحنا بندعم الإدارة العامة للمرور يمكن السنة دي حوالي 50,000 كشف، وتم الكشف على 50,000 سواق خلال عام فقط. يعني قدرنا ان احنا من خلال هذه الحملات اللي احنا زي ما بقول لحضرتك نقلل النسبه تقريبا النص، ودي خطوه مهمه جدا. طيب ده الرقم فيما يتعلق احنا موجودين ازاي والنسب ازاي، والحقيقه زي ما حضرتك قلت هي نسبه عاليه وفقا للمعايير الدوليه. صحيح. وخصوصا في التعاطي. مظبوط. خليني بقى ادخل مع حضرتك في التفاصيل اللي تهم اي حد دلوقتي بيتفرج علينا. اسره فجاه ابنها حاله بيتغير، ممكن يكون متعاطي، ممكن يكون مدمن. قبل كل ده زمان زي ما حضرتك قبل الفاصل قبل الحلقة بتبدأ كنا بنتكلم، حضرتك كنت تقولي معلومة مهمة قوي، إن إحنا اتعودنا إن غياب الأسرة بالسفر في الخليج أو السفر بره أو أو انشغالهم أو انفصال الأب والأم يكون سبب من أسباب الإدمان وارتفاع النسبة دي، لكن الأرض الواقع قالت كلام مختلف. صحيح.
انا عايزه اسمع من حضرتك، والحقيقه انا عايزه كمان الساده المشاهدين يركزوا جدا في النقطه دي، لانها نقطه اتكلمنا فيها قبل كده في مليون حلقه، ازاي اكون متواجد. ارض الواقع بيقول كلام مختلف تماما. للاسف ارض الواقع بيقول ان تواجد الاسره تواجد جسدي اكتر ما هو تواجد دور تربوي للاسره المصريه تجاه ابنائها وبناتها. لقينا ان 58% من المدمنين اللي بيجوا عايشين مع الاب والام. 58%. لقينا ان معظم الحالات اللي بتجيلنا بقى لها 10 سنين مثلا واكتر بتشرب مخدرات والاسره مش دريانه. وبالتالي هنا لازم ندق ناقوس الخطر للاسره المصريه. اين دور الاسره في الوقايه؟ أين دور الأسرة في الكشف المبكر عن المخدرات؟ إزاي الأسرة لازم تعرف علامات التعاطي؟ بالظبط. لا مش بس كده يا دكتور، يعني أنا كأم أو كأب أنا ما شفتش أي تغيير على ابني، ما شفتش ملامح تغير في سلوكه، ما حسيتش إن هو وشه فيه حاجة يعني، وخصوصا خلاص إحنا الدراما علمتنا إن بقى فيه ملامح للمتعاطي وللمدمن. الإنكار يا فندم، عندنا ثقافة الإنكار بتغلف طبيعه دور الاسره في مواجهه المشكله. عند الاسره بيتعاطي ولا عند الاسره؟ عند الاسره، لدرجه انها تلغي مصلحه ابنها. تخيلي حضرتك الاسره دايما شايفه ان الابن هو افضل شخص على وجه الاطلاق، ودايما الاسره لما ابنها بيوصل لمرحله الادمان وبتحصل كوارث بتعرفهم ان في مشكله مخدرات تقول لك انا كاني كنت بحلم. اقول لها يا استاذه او يا استاذ ابنك او بنتك بقى لهم 10 سنين بيشربوا مخدرات. صحيح. يقول لك لا انا كاني بحلم، انا حاسه ان انا يعني في حاجه ده مش الواقع. فدايما ثقافه الانكار، زي ما انا كنت بقول لحضرتك ان احنا قبل كده ما كانش عندنا قدره على المواجهه كمؤسسات مختلفه في مواجهه المشكله غير دلوقتي، بقينا النهارده بنرصد الارقام بحقيقتها. برضو الاسره كان عندها ثقافه الانكار بشكل كبير، ودي ثقافه تخيل حضرتك موجوده في دول عربيه كتير جدا. مثلا على سبيل المثال يقول لك احنا ما عندناش مشكله مخدرات في الدوله لان ما عندهمش الحقيقه شجاعه المواجهه الحقيقيه. صحيح طالما الحاجه في الدره كل حاجه خلاص. زي الفل. فده للاسف الحقيقه كان بيغلف دور الاسره بشكل كبير. وبعدين عايز اقول لحضرتك ان احنا في قضيه المخدرات لو حصل خلل في الاسره المصريه بيحصل ازمه كبيره جدا في مشكله المخدرات. احنا عندنا ثلاث اطراف فعاله، الاسره، المدرسة، الإعلام. الأسرة 58% من المدمنين عايشين مع الأب والأم. دي كارثة يا دكتور. ده معناها كده أن الأب والأم الحقيقة أشباه موجودين يعني. مظبوط. المدرسة الدور التربوي للمدرسة محتاج حلقات وحلقات طبعا. الإعلام احنا عندنا 15,000 مشهد تدخين ومخدرات في الدراما المصرية خلال الأربع سنوات الماضية. كارثة. 80% من الأعمال الدرامية فيها مشاهد تدخين ومخدرات ولا تعرض تداعيات المشكلة. طب أنا هسأل هنا سؤال يعني عشان برضو أكون الطرف الآخر. الطرف الآخر في الإعلام أو في الدراما بيقول لك مرآة الواقع، ومش بس كده وبيقول لحضرتك أنا بعمل ده علشان أحذر، علشان يشوف خطورة الموقف، علشان يشوف هو ممكن يفقد حياته مثلا على سبيل المثال. ده حقيقي برضو. طيب عايز أسألك سؤال بقى. اتفضل. مرآة الواقع، مش الواقع فيه تداعيات لمشكلة المخدرات؟ طبعا. ليه ما بنعرضهاش؟ ليه النهارده في عندنا يعني خوض مطول في أنماط التعاطي وكأنه تعليمي؟ ليه عندنا النهارده بنربط المخدرات بالقدرة البدنية والقدرة الجنسية وإن هو يبقى شخص كول ومحبوب وتلاقيه بياخد المخدرات طول ال 30 حلقة صحيح. وما بيتأثرش وهو منتج وهو صحيح. قائد وهو صاحب الدم الخفيف وهو المقبول مجتمعيا. صحيح. الثقافة السوداء دي ليه بنغرسها في شبابنا؟ صحيح. ليه؟ وبعدين في الآخر الممثل بيبقى ملهم للنشأ وللأطفال طبعا. الحقيقة يعني طبعا. وبيقلدوه بشكل مستمر طبعا. فأنا النهاردة بقول لصناع الدراما وأنا الحقيقة يعني اتكلمنا معهم كتير جدا وقلنا لهم إذا كنتوا عايزين تنقلوا الواقع أنا ما عنديش مشكلة نقول الواقع، بس أيضا ننقلوا تداعيات المشكلة. وهقول لك رقم، تعالي نحط تحتيه مليون خط. اتفضل يا فندم. 79% من الجرائم اللي بتحصل تحت تأثير المواد المخدرة. 79% من الجرائم المرتكبة في مصر. احنا عملنا الحقيقة بحث في مؤسسة عقابية لقينا إن 79% من الجرائم اللي تمت وقت ارتكاب الجريمة كان الشخص تحت تأثير المخدرات.
فاذا احنا في قضيه ما تقلش ابدا في خطرها عن الارهاب. صحيح. وبالتالي لا يعني اذا كنا بنتكلم على هذا الدور للدراما اعتقد ان هو دور خطير جدا، خصوصا ان الدوله يعني زي ما حضرتك مثلا احنا الحمله الاعلاميه اللي احنا عملناها الفتره اللي فاتت في الاخر هتبقى دقايق. صحيح. لكن النهارده لما بتكلم على ساعات، ده رمضان قبل الماضي كان في 102 ساعه فيها مشاهد تدخين ومخدرات. يا خبر. 102 ساعه، وبكلم حضرتك في اول عرض. ده لسه تاني عرض وتالت عرض لما يتوزع بالزبط. على كل القنوات. بالظبط، ولسه كل شويه القنوات المتخصصه. صحيح. بتعيد وما الى ذلك. صحيح. يعني التعرض لمثل هذا الزخم من مشاهد المخدرات غريب جدا، واحنا لما بننزل في مدارس الابتدائي وبنعمل توعيه ساعات بيبقى في لعب ادوار، بنلاقي ان الولد عارف يعني ايه يرول، انا اسف للمصطلحات. ويسطر، يعني المصطلحات دي وكل الطرق اتعلمتها منين؟ لك ده في مدارس ثانوي، في مدارس ابتدائي، مدارس الابتدائي واحنا بننزل معاهم توعيه. الحقيقه بنلاقي ان الاطفال على درايه بكل تفاصيل المواد المخدره، كاننا بنثير الفضول لديهم ونشجعهم على حب التجربه والاستطلاع، عارف مصطلحات الادمان وعارف كل الطرق للتعاطي. لان النهارده زي ما انا بقول لحضرتك كم الخوض المطول في انماط التعاطي هو كارثي في الدراما المصريه. عملنا الحقيقه مع نقابه المهن التمثيليه اكثر من ميثاق اخلاقي، ولكن تم اختراق هذه المواثيق الاخلاقيه. طبعا. نامل في الفتره القادمه ان شاء الله من خلال يعني بروتوكول تعاون عملناه مع المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام ان احنا نحقق مردود في الفترة القادمة إن شاء الله. طيب الحقيقة إحنا هنخرج فاصل، بس أتمنى إن إحنا نكون على الشاشة دلوقتي، عندنا رقم صندوق مكافحة الإدمان، وفي انتظار تعليقاتكم لو في أي سؤال لأستاذ عمرو عثمان. أنا بس نقطة الدراما قبل الفاصل مهمة جدا. أنا ليه بقول الأرقام ديت؟ إحنا يعني إحنا بتشاهدنا الأسر، خلي بالكم وأنتوا بتتفرجوا مع ولادكم على الدراما. لازم تاخدوا بالكم ما تعدوش المشاهد ديت. إذا كنا إحنا مش قادرين نقوم بالدور القوي مع صناع الدراما، الأسرة لازم برضو تقوم بدورها. صح. النهاردة هذه المشاهد في غاية الخطورة، وأنا ليه بكلم الأسرة؟ لأن الدراما بتدخل البيوت بدون أي استئذان، عشان كده لازم يكون للأسرة دور في هذا. هي قبل ما أخرج فاصل برضو دكتور أقول لك، ما هي الأسرة دلوقتي هي نفسها اللي بتسيب ولادها يعملوا الحوت الأزرق وتتفاجئ إنها بيلعبوا لعبة بتسلب منهم حتى فيها الإرادة. الأسرة بتسيب ولادها للتابلت والآيباد والتليفون الذكي اللي في إيديهم يتفرجوا فيه على مشاهد خارج نطاق السيطرة. الأسرة اللي هي بتقولك وإحنا هنسيطر عليهم إزاي؟ الأسرة اللي بطلت تحكي الحدوتة وتتكلم وتحكي مشاكل بتحصل لها برة علشان تبقى قدوة لولادها وخبرات علشان مش لازم يمروا بيها. الأسرة الحقيقة دكتور مع احترامي لكل الأسباب اللي حضرتك قلتها، مدرسة وإعلام ومجتمع وكل حاجة، الأسرة ثم الأسرة ثم الأسرة، يعني دي متعلقة في رقبتها المسؤولية وما تقدرش تقول أصل الإعلام وأصل المدرسة. صحيح. فأنا الحقيقة بأكرر مع حضرتك هذا النداء. الرقم موجود على الشاشة لحضراتكم، 16023 صندوق مكافحة الإدمان، في انتظار علاج أي مشكلة. بعد الفاصل هنكمل إن شاء الله مع أستاذ عمرو عثمان رئيس الصندوق لمكافحة الإدمان، هنكمل معاه سؤال مهم، أنا أب وأم إزاي أكتشف إن ابني متعاطي أو مدمن؟ تحياتي. محمد صلاح يا ولد يا عارفة يا ماما، كل الكباتن بيقولوا لي لو ركزت شوية هبقى زي محمد صلاح. إن شاء الله يا حبيبي أشوفك زي صلاح وأحسن كمان من صلاح. يا ابني أنت موهوب. دعواتك بس يا حاج. يا حبيبي. حبيبة قلبي وحشتيني. مش صدقك يا كذاب. بتكلمني. اوعي. لا أنا مش هكلمك. لا مش هكلمك. لا 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 اوعي. طب مامتك عايزاك. فكك بقى من جو صلاح والوهم اللي أنت عايش فيه ده. صباحه فل، يلا استرجل بقى وجرب. ابعد بقى عني مش عايز. ما تجرب صحيح يا حود، أنت خسران إيه يعني؟ قلت لك العيال دي هيبوظوه. أنا حر وأنا ما بقتش صغير. يلا يا حودة، يلا يا حودة. أيوة بقى حودة يا جامد. أنت جامد يا حودة. أيوة كده. وعايز تبقى محمد صلاح؟ هو أنت عارف توصله بطولك أصلا؟ اطلع بره التمرين. في إيه يا كابتن؟ بقول لك بره، ما أشوفش وشك هنا تاني. أنت حلوة ولا عاملة نفسك حلوة؟ شيل إيدك يا سيف، لو أختك تعمل كده أنت جرالك إيه يا محمود؟
لا مذاكره ولا تمرين و24 ساعه قافل الباب عليك. انا عايز فلوس. انت جنان. انا بكلم فيك. عايز تشوف الجنان اللي على اصله اهو. هو انا عيل صغير، انا راجل عايز فلوس. انت جنان. لا مش كل يوم يا حلو. اقول لك ايه، اللي معهوش ما يلزموش. هي بقت كده. ايوه هي كده. يا نهار اسود، انت بتسرق امك. عايز فلوس انا هاخدها. ابعدي عني. انت جنان. بتمد ايدك على ماما. منكو. هي دي الرجوله. محمود راح مني. ده التمن الحقيقي اللي هتدفعه في المخدرات. خليك راجل بجد، خليك قد المسؤوليه، ما تنساش نفسك، خاف على نفسك. الحياه فيها حاجات كتيره حلوه تستاهل انك تعيش عشانها. اختار الحياه، ما تستسلمش. انت اقوى من المخدرات. انت اقوى من المخدرات. الحقيقه شعار حمله بداها صندوق مكافحه المخدرات ووزاره التضامن الاجتماعي. الدوله كلها مدركه للازمه. هدخل مع حضراتكم واكمل حواري مع الاستاذ عمرو عثمان، رئيس مركز مكافحه صندوق مكافحه الادمان. استاذ عمرو، انا عايزه اسال حضرتك سؤال. انا ام، ازاي اكتشف ان ابني الحقيقه سواء متعاطي او مدمن، وامتى تبدا تظهر عليه الملامح؟ الحقيقه التغيرات السلوكيه هنا بتبقى مهمه جدا. اولا تغير الاصدقاء ده جزء مهم جدا من العلامات. الحقيقه تغير اضطرابات النوم، برضو اضطرابات الاكل بشكل مستمر، الشهيه العزله طبعا. وفي بعض المواد المخدره بتعلي الشهيه. فهي نقصا او ايجابا زي الحشيش. في طبعا العزله والعصبيه بالنسبه لنا بتبقى من العلامات البارزه. بتلاقي النهارده الاسره متجمعه على الاكل او ما الى ذلك، في عزله بشكل كامل. زي ما انا برضو بقول، العصبيه بتكون من ضمن المحددات الاساسيه. انعدام الاهتمام بالنظافه الشخصيه. السرقه، بنلاقي النهارده في معدلات سرقه بشكل مستمر. تدهور في الدراسه او تدهور في القدره على العمل بشكل ملحوظ. كل دي الحقيقه علامات بتدينا الارم او انذار، لا النهارده في ازمه. مش شرط انها تكون قرينه للتعاطي، ولكن في نفس الوقت بتكون مؤشر ان في لازم بالظبط. لازم الاسره تاخد بالها وتبتدي تقرب شويه من ولادها. صحيح. لان على فكره القرب من الولاد وصداقه الولاد هو اول طريق حمايتهم من المخدرات. يعني اساس دور الاسره في الوقايه ان انا اقرب من ابني، وان انا اقرب من بنتي، وان احنا نبقى صحاب مع بعض، نفتح قنوات اتصال. قنوات اتصال وفقا لفهمنا لطبيعه كل مرحله. طبيعه مرحله الطفوله. أيوه. طبيعه مرحله المراهقه. والنزعات التحرريه اللي موجوده. صحيح. في مرحله المراهقه. صحيح. كل ده انا لازم اكون حافظه كويس قوي كاسره. اللي للاسف تتخيل الاسره ان اشباع الاحتياجات الماديه هو الاساس. لا، الحقيقه إن مش ده الأساس، لأن الاحتواء والقرب من الأطفال هو ده الأساس. إذا كنت أنت النهارده بتجيب احتياجاتك المادية فهي علشان دول. فاكر يا دكتور زمان، يمكن أنا أكبر من حضرتك أكيد في السن، بس يعني أنا مواليد 70، لكن فاكرة كويس دايما ترن في وداني العبارة بتاعت تمثيلية الصورة الدرامية في الإذاعة مرزوق والسلطانية. حبة فول حراتي تبقى الأكلة ذواتي. كانت فيها عبارات بتقول مش مهم بناكل ايه، المهم احنا ملمومين مع بعض ازاي، بنتكلم مع بعض ازاي، عايشين مع بعض ازاي، فاهمين بعض ازاي، بنحكي مع بعض ازاي. إيه ان الاسره تكون متجمعه على الاكل. صحيح. ان شاء الله على طبليه. صحيح. ده اساس للتواصل. ده صحيح. مهم جدا، اساس للتواصل. الحقيقه ان لما بتيجي تشوف الاسره كلها، كل واحد قاعد على السوشيال ميديا بشكل مستقل تماما. صحيح. ومعظم الاسر دلوقتي بتقول لهم هل انتوا النهارده بتتجمعوا مع بعض على الاكل؟ استحاله. معظم الاسر هتقول لك لا، كل واحد بياكل في اوضته، كل واحد في عزله بشكل كامل. عشان كده احنا عندنا كل اشكال دلوقتي انواع الادمان. ادمان السوشيال ميديا، ادمان حاجات كتيره جدا. صحيح. علشان كده بنلاقي ان في بعض الالعاب الخطيره جدا زي لعبه الحوت الازرق. طبعا. اللي ابتدت تنتشر والاسره بمعزل. صحيح. هو اهم حاجه ان الولد او البنت قاعدين فاتحين جهاز الكمبيوتر، فكده في امان. فكده هم في امان. صحيح. بالعكس،
هنا ده انعدام التواصل اللي احنا بنتكلم عليه. طيب في الجزئية دي يا دكتور أنا عايزة أخد حضرتك لسؤال كنا بنتكلم فيه في الفاصل، إيه المحافظات لما سألت حضرتك إيه المحافظات الأكثر انتشارا أو أكثر أعلى نسبة في الإدمان، فحضرتك قلت لي القاهرة وبعدين سوهاج. سوهاج ومحافظات الصعيد فيها هي من المناطق الأكثر فقرا صح؟ يعني ده حسب معلومات اللي بتوصل لنا دايما من المخدرات مش مرتبطة بال أيوة بالحالة الاقتصادية على الإطلاق. ازاي يا دكتور؟ بيجيب منها ازاي بيدفع ثمنها؟ المخدرات يعني مش عايز اقول ان ميزتها انها يعني اكسسبل للكل او افوردبل للكل، يعني الناس تقدر تتحصل عليها على حسب نوع المادة المخدرة. في بعض المواد اللي هي بتبقى اسعارها غالية جدا، وفي بعض المواد المخدرة اللي بتكون في استطاعة كل الأفراد بشكل كبير. عايز أقول لحضرتك هو النهاردة طفل الشارع بيشرب مخدرات، طفل العامل بيشرب مخدرات، تختلف نوع المادة المخدرة، ممكن يكون بياخد كلها بيشم بنزين، بس في الآخر بيوصل لمرحلة تغييب الوعي. إذن المخدرات بتضرب كل الفئات الاقتصادية، كل الفئات الاجتماعية، بتضرب أيضا الجندر أو صحيح. النوع الاجتماعي. يعني ناس كتيرة جدا كانت متخيلة أن المخدرات هي مشكلة ذكورية، لا أنا عايز أقول لحضرتك أن احنا اتفقنا أن نسبة التعاطي 10%، من جوه 10% في 72.5% ذكور والباقي ناس. دي كمان كارثة يا دكتور. طبعا يعني الرقم ضخم جدا، 27.5% يعني عندي 27.5% 27.5% إناث و72.5% وبرده في المرحلة دكتور. العمرية من 12 ل 60 مظبوط. طب كام بقى بيتقدم للعلاج؟ أنا من الإناث ولا من التوتال من ال 10%؟ لا من يعني أعداد الإناث اللي بيجوا لنا. يعني السنة اللي فاتت جالنا 104 ألف مريض إدمان. طب تعالي بقى نشوف هل فعلا الأعداد 27.5% ولا كام؟ لا هي 5%، 5% فقط. إذن عندنا مشكلة، وفي نفس الوقت ما عندناش الشجاعة إن البنات تتقدم للعلاج. عندنا وصمة اجتماعية قوية جدا بتحول دون تقدم الفتيات للعلاج يعني من مشكلة الوصمة المخدرات. الاجتماعية إنها تروح تتعالج مشكلة، لكن إنها تكون مدمنة مش مشكلة. ما هو برضو يعني تخيلي. بالعقل الوصمة النهاردة إنها مش قادرة تواجه الأزمة اللي هي وصلت فيها بشكل كبير. إحنا الحقيقة عاملين بحث يعني في خلال الأيام هنطلق نتائج خطيرة جدا عن الإدمان ما بين البنات، عن الإدمان ما بين الإناث، من واقع دراسة حالة متعمقة لحوالي 500 مفردة أو 500 عينة تقدمت للعلاج من خلال الخط الساخن. 500 بنت تقدموا للعلاج من خلال الخط الساخن خلال الفترة الماضية. دراسة حالة كاشفة لمشكلة المخدرات ما بين الفتيات، سواء للأسباب بالضبط أو كمان على التداعيات. لأن عايز أقولك على حاجة، تداعيات تعاطي الإناث أكبر بكتير من تعاطي الذكور. إزاي دكتور؟ يعني إيه التداعيات أكتر من أن أنا هفقد حياتي؟ إيه اللي ممكن يردعني دلوقتي وأنا بتفرج على حضرتك وبسمع لك يردعني علشان أقول أنا مش عايزة أوصل للنتيجة دي؟ في الآخر هي الأم، هي المدرسة اللي بتربي الأجيال. صحيح. فتعالي نشوف تداعيات الموضوع على الأبناء، تداعيات خطيرة جدا. تداعياتها كمان في سلوكيات أخرى بتبقى خطيرة جدا، ما هو في الآخر هي محتاجة أن هي تحصل على المادة المخدرة، فالسلوكيات بتختلف برضو بشكل كبير. طيب. عشان كده بقول ان الخطورة بتبقى أكبر. صحيح. والأثر على الأبناء بيكون أكتر وأكتر كمان. طبعاً. هنا دي هي المشكلة الحقيقية. في أوقات كتيرة بنلاقي ان الأب يتعاطى المواد المخدرة، ولكن تظل الأم هي الحصن القوي جدا للأبناء اللي ممكن يحمي الولاد. يحمي الولاد. صحيح. لكن لما بيحصل ان العكس. انهيار، وبنلاقي الأم بتصل لمرحلة أو الفتاة بشكل عام بتصل لمرحلة المخدرات، بتكون التداعيات بتكون أخطر كتير. نسب الشفاء دكتور بقى بالنسبة للي بيتقدموا للصندوق، والله الحمد لله يعني قد إيه؟ حضرتك قولي السنة اللي فاتت عدد المتقدمين 104 ألف. 104 ألف. نسب الشفاء بينهم قد إيه؟ أنا عايز أقول لك إن إحنا الفترة اللي فاتت مش بس بقينا بنهتم بالعلاج الطبي والعلاج النفسي، لا إحنا كمان بنشتغل على ما يسمى بالدمج المجتمعي. يعني ايه الدمج المجتمعي؟ يعني ادرب المتعافين على مهن بيحتاجها سوق العمل.
أضربهم على سباكة، أضربهم على نقاشة، أضربهم على تصليح تليفونات، على صيانة التكييف. كل المهن دي الحقيقة عاملين بروتوكول مع وزارة الصناعة لتدريب المتعافين عليها. بقينا كمان بنديهم قروض لدعم المشروعات الصغيرة ليهم. كل ده الحقيقة بيقلل من نسب الانتكاسة بشكل كبير. بالظبط كده. لأن في الآخر احنا كنا قبل كده بنلاقي لا في نسب ارتداد، ونسب الارتداد دي معظمها لان بيبقى هو الولد او البنت بيقولوا لنا كل الابواب مقفوله قصادنا، انتوا بتعالجونا بس المجتمع مش هيتقبلنا ومش عايز يتقبلنا. لا في شغل اقدر عليه، لا في اسره برجع تاني في حضنها. الامور كلها بتبقى معقده جدا. وبالتالي احنا كان مهم ان احنا نشتغل على رفع الوصمه على التدريب المهني والتمكين الاقتصادي للمتعافين من مرض الادمان. برضو النسبه دكتور قد ايه؟ يعني تقريبا 60%. 60%. بس عايز اقول لك على حاجه. ايوه، مرض الادمان هو قابل للانتكاسه. لو ما حصلش المتابعه، يعني انا دايما المتابعه كمان والدعم. مظبوط. انا دايما بشبهه ببعض الامراض العضويه زي الضغط مثلا. لو حد مريض ضغط بيعمل اهمل في العلاج. اهمل في العلاج، هيحصل ايه؟ هيحصل عمليه الانتكاسه. صحيح. بكل يعني بكل تاكيد. هنا برضو نفس الحكايه. مرض الادمان هو مرض مش عايز اقول مزمن، ولكن هو مرض قابل للمحاصره. صحيح. وقابل للشفاء، ولكن لو حصل عمليه الاهمال هتحصل الانتكاسه بشكل مستمر. واحنا دايما بنقول للمتعافين من الادمان، ابعد عن ثلاث حاجات. ابعد عن الاشخاص اللي كنت بتشرب مخدرات معاهم. ابعد عن الاماكن اللي كنت بتشرب فيها مخدرات. ابعد عن الادوات اللي بتفكرك بالمخدرات، ادوات الضرب زي ما بنقول. حاول تبعد عنها على قد ما تقدر. كل دي حقيقة تبقى يعني في وسيلة الاتصال أو أن أنا أكون موجودة في صندوق مكافحة الإدمان. خلاص الرقم 16023 على قدام حضراتكم على الشاشة. يعني في مدمن اتصل وعايز يتعافى، إيه اللي بيحصل بعد كده؟ هل اللي بتتصل الأسرة؟ هل اللي بيتصل هو بنفسه؟ ثم ماذا بعد؟ أهم حاجة أن يبقى في إرادة حقيقية. دي اهم حاجه، اراده حقيقيه للعلاج. يعني كتير جدا من الاسر بتقول احنا عايزين نعالجه بس هو مش هيستعالج. ايوه، هنا بتبقى الموضوع معقد جدا. لكن لو الولد او البنت جم من تلقاء ذاتهم وطواعيه وعندهم الرغبه في العلاج، تاكدي ان نسب العلاج بتزيد بشكل كبير جدا. لان في الاخر مجتمع العلاجي على فكره مجتمع مفتوح، يعني مريض الادمان لو عايز يخرج بيخرج. انت حضرتك ما بتخليهوش عندك في العالم كله ما فيهوش العلاج القسري، لان العلاج القسري. طب دكتور لو خرج هيتعرض، وخصوصا في المجتمع بتاعنا اللي الانتاج فيه اقل شويه. لو هو عايز يتحجز احنا عندنا طبعا برنامج. هو لو عايز هيقول لك لا يعني ما هو هنا برضه يعني انا قصدي ان في امراض. عايز اقول لك على حاجه، مش هتسمح لي، انا اسفه للمقاطعه والله، بس انا اعتقد ان مريض الادمان ده كمان هو فاقد الاهليه لاتخاذ قرار، وبالتالي ما اقدرش اعتمد على حريه قراره اذا كان يعني يبقى ان انا اعزله ولا اسيبه. بس وضح لي لو انا غلطان. يعني وفقا لكل المناهج العلميه في مجال علاج الادمان لا جدوى من العلاج القسري. يعني لو ما عندكش الرغبه انك تتعالج مش هتكمل معانا. ممكن قوي اللي انت تخش في العلاج الطبي وتخرج على طول، لكن المثابره واللي انت تكمل معانا هنا ده المهم. يعني الشرارة الأولى أو الانطلاقة الأولى لازم تنطلق من مريض الإدمان. احنا عندنا ما يسمى بالعلاج التحفيزي، ان احنا نقدر نشجعه ونقدر نحفزه ان هو يكمل معانا رحلة العلاج. ولكن الرغبة الأساسية لو الأسرة كتفته وجابته لنا مش هيتعالج. وانا بتكلم على يعني بناء على العالم كله كمان بتحرك ازاي في المجال ده. يعني أتمنى يا رب يشفي كل ولادنا في كل مكان من هذا المرض وهذا الداء وهذا الوباء، لأنه الحقيقة مش بس بيقضي على مستقبل واحد، لكن بيقضي على مستقبل أسرة بتعيش في ألم وفي صراع. تحياتي لحضراتكم، هنكمل بعد الفاصل. افتكروا أن رقم صندوق الإدمان 16023. أنت أقوى من المخدرات، أنت تقدر تعيش حياتك. حياتك غالية جدا وغالية قوي ولهاش قيمة إذا أنت الحقيقة بعتها برخيص لأي مخدر يضيعك. تحياتي، ونكمل بعد الفاصل إن شاء الله حوارنا مع الأستاذ عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان. تحياتي.
تقدر تتغير. تقدر تتولد من جديد. تقدر تعيش. تقدر تفرح. تقدر تتعافى وتبدأ تاني. تقدر تكتشف نفسك. تقدر تكمل سنة ورا سنة. النهاردة أول سنة. سنة أولى تعافي. تقدر تكمل وإحنا معاك. بعد أول سنة تبطيل ليا وبدأت أحل المشكلة اللي عندي، مشكلة المخدرات، اكتشفت إن أنا عندي مرض فيروس سي. حياتي جات وقفت بس بدأت تمشي تاني لما عرفت إن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بيوفر لي اللي أنا أقدر أتعالج على نفقة الدولة بدون أي مقابل مادي، وأنا واحد من الناس بجد اتعالجت من الفيروس وما عنديش أي مشكلة وما دفعتش أي مليم بجد ولا حد خد مني أي حاجة أكتر من اسمي فقط لا غير. أنا دلوقتي الحمد لله بقيت أقدر أقول على نفسي اللي أنا متعافي من المخدرات ومتعافي من مرض فيروس سي، والحمد لله ما عنديش أي حاجة في جسمي. حاولت أبطل كذا مرة وبرضو بطلع بقع وأخش أبطل وأطلع. المرة دي وجود برنامج رياضي في برنامج التبطيل بتاعي فرق معايا كتير، شكل جسمي اتغير، عزز لي ثقتي بنفسي شوية. بدأت النهاردة أفكر بطريقة النهاردة صحية، بدأت أعرف إزاي أعمل علاقات في حياة محمد النهاردة. باختصار الرياضة بقت أسلوب حياة في حياة محمد النهاردة. من أهم الحاجات اللي أنا اكتشفتها بعد أول سنة تعافي أن أنا الحقيقة اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي، يعني ده فيديو متسجل في قلب مستشفى، أكبر مستشفى، زي دكتور أستاذ عمرو عثمان بيقول دكتور هتاخد الدكتوراه إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله قريب. أستاذ عمرو عثمان، كنت حضرتك بتحكي لي في الفاصل إن ده أكبر مستشفى لعلاج الإدمان، أنشأوا الصندوق بالتعاون مع القوات المسلحة. دي مستشفى الإسماعيلية العسكري بالظبط، بالتعاون مع القوات المسلحة، مستشفى ضخمة جدا، احنا بنتكلم في 21 فدان. خصصتها القوات المسلحه لعلاج الادمان وعلاج مرضى الخط الساخن. عظيم. ودي خطوه مهمه جدا لان محافظات القناه كانت محرومه من خدمه علاج الادمان. واحنا كل شويه دلوقتي الحمد لله بنتوسع في المستشفيات. احنا كنا من حوالي 3 سنين بنتكلم، يعني كان عندنا 12 مستشفى فقط. دلوقتي الحمد لله وصلنا ل 21 مستشفى. عظيم. في خلال كل محافظات الجمهورية. في 12 محافظة. في 12 محافظة. لكن احنا عندنا خطة ان شاء الله ان في خلال 4 سنوات ما تبقاش فيه ولا محافظة محرومة من خدمة علاج الإدمان. يا رب خلال 4 سنوات ما تكونش ولا محافظة في مصر محتاجة المستشفى علاج إدمان، رغم ان المستشفى ضرورية، لكن خلي برضو أملنا وسقف طموحاتنا أعلى. أنا هسأل حضرتك على الحملة الإعلامية اللي أطلقها الصندوق. محمد صلاح أيقونة هذا الأمل، أيقونة الصدق للمصريين، بقت تحسها في كلمات بسيطة. محمد صلاح سفير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان الحقيقة في هذه القضية. وعايز أقول لحضرتك محمد صلاح ما بنطلبش منه يعمل معنا الحملة الإعلامية، ده هو اللي بيطلب إن هو يشارك في الحملة الإعلامية ويكون له دور في توعية الشباب المصري بمشكلة المخدرات. ودي خطوة مهمة جدا طبعا. محمد صلاح احنا ده رابع إعلان نعمله مع محمد صلاح، واخر كلمه قالها لنا محمد صلاح الاعلان الجاي امتى يا جماعه؟ قولوا لنا بعد الاعلان ده الاعلان اللي جاي امتى. الجميل ان محمد صلاح بنتواصل معاه على تاثير الحمله بشكل مستمر. يعني بنقول له كام واحد جالنا بعد الحمله للعلاج. هو بيتابع ده كمان، يعني هو حابب ان هو يتابع طبعا طبعا بكل التفاصيل. يعني انا عايز اقول لحضرتك احنا كنا يوم الخميس الماضي في لقاء مهم جدا في جامعة دمنهور في إطار حملة تقاوى مخدرات، حضروا معانا 15,000 طالب ما شاء الله داخل جامعة دمنهور. يوم الأحد الماضي كان معانا 10,000 طالب في جامعة عين شمس. تأثير محمد صلاح تأثير قوي جدا. الحملة على مستوى السوشيال ميديا بنتكلم في حدود 30 مليون مشاهدة، وده رقم ضخم جدا في خلال فترة وجيزة. طب وتأثيرها على الاتصال بالصندوق أو التواصل معي؟ زيادة بنسبة 400%. يا خبر أبيض. طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك إن
ان مش بس على التأثير داخل مصر ولكن كمان خارج مصر. انا من ايام قليلة كان في لقاء مع التلفزيون الصيني لانهم جم وبيتكلموا على تأثير حملة انتهاء المخدرات في الصين. وزارة الامن العام في الصين وضعت هذه الحملة على الموقع الرسمي ليها باعتبارها من اهم الحملات اللي تمت في قضية المخدرات. لا معلش يا دكتور، وزارة الأمن العام في الصين أخذت هذه الحملة وترجمتها اللي بينفذها لاعب الكرة المصري المحترم محمد صلاح وحطتها على موقعها كواحدة رسمية كمن الحملات الملهمة في مجال مكافحة المخدرات مع ترجمتها بالطبع مع ترجمتها بالصيني. وزي ما بقول لحضرتك من أيام كان التلفزيون الصيني بيجري معايا حوار وبيكلموني إزاي قدرتوا تعملوا حملة تتجاوز الحدود الجغرافية والاختلافات الثقافية واللغة. بهذا الشكل واللغة بهذا الشكل شب. وتأثر على الشباب في الصين. فهذه الحقيقة كانت حاجة بالنسبة لنا كانت حاجة مهمة جدا ويعني هو حاجة غزينا بها الصين بدل ما هم غزيننا بالبضايع احنا نغزوهم بمحمد صلاح. والصفحة الرسمية ليفربول كانت بتحتفي بهذه الحملة وبتأثير هذه الحملة ووضعت الإعلان على الصفحة الرسمية لموقع نادي ليفربول طبعا. ويعني وسائل إعلام كتيرة جدا تكلمت على هذه الحملة باعتبارها من الحملات الملهمة. جميل في الحملة دي إنها تمت من خلال أفكار للشباب. يعني دايما الشباب بيقولوا لنا أنتوا دايما بتحاولوا تعلمونا في التوعية المثابرة، عدم اليأس، ما تستسلمش، اللي احنا نعافر دايما، ان احنا نجري ورا حلمنا. دي كلها اسس للوقايه. لما جه ماتش محمد صلاح ماتش المنتخب هو في الكونغو بالظبط التاهل لكاس العالم قالوا لنا ده كيس ستادي، دي دراسه حاله واقعيه اللي انتوا بتقوله لنا. فهو ده اللي احنا شفناه، ان واحد في كل الضغوط اللي كانت موجوده فيه خلاص هم خسرانين بالظبط كده، ومع ذلك ابتدى يحفز صحيح. ويقوم بدور القائد ويشجع فرقته علشان نقدر نحقق حلم ملايين. فبالفعل يمكن فكرة الإعلان الأساسية كانت بتنطلق من لا ما تستسلمش ما تيأس، ودي كلها كانت أفكار بتمس الشباب. يمكن اللحظة دي كمان كانت كلها بتأثر فينا احنا كمصريين جداً. وكلنا عشناها. عارف الدكتور اللي حضرتك بتقوله ده معناه ايه؟ ان لحظة الصدق الحقيقية لأي عمل كل واحد فينا بيقوم بيه بتوصل مهما كانت عوائق اللغة أو صح. المكان أو المسافة أو المساحة. إحنا محتاجين بس نكون صادقين في اللي بنقوم بيه. صحيح. الحقيقة فاضل لي 4 دقايق. إيه الرسالة اللي حضرتك شايف إن ما ينفعش تختم كلامك غير لما تقولها لكل المشاهدين وخصوصا القائمين على رعاية أولادنا؟ أنا عايز أقول الرسالة الأولى للشباب نفسها وللشباب يمكن في الفئة العمرية من 12 سنة ل18 سنة اللي احنا يمكن كنا بنواجه لهم الإعلان، أقول له ما تجربش الأول مرة، لأن مرة هتجر مرة. صحيح. تفتكرش أن المخدرات في الآخر ملهاش كبير. النهاردة لو ابتديت في سكة المخدرات وافتكرت أن التجربة مش هتؤدي للتعاطي ثم تؤدي للإدمان يبقى أنت واهم. لأن كل الناس ابتدت بتجربة وبعد كده وصلت للتعاطي وبعد كده دخل في زحيقة الإدمان للأسف آخرتها بتبقى صعبة جدا. صحيح. الأسرة، صداقتكم وتواصلكم مع الأبناء ومع البنات هو أول الطريق للحماية من المخدرات. صحيح. وقعوا تفتكروا أن المخدرات مش قريبة من ولادكم. لا المخدرات قريبة جدا جدا. وإحنا في الآخر لو الأسرة المصرية ما كانش ليها دور معانا في هذا المجال صعب نقدر نواجه المخدرات. صحيح. الأسرة هي خط الدفاع الأول، وده مش أكلاشيه بنقوله، ده حقيقة في المجتمع المصري والمجتمع الشرقي. صحيح. احنا دايما احنا بنشوف في دول كتير جدا بيقولوا لنا انتوا عندكم الميزة في التواصل والتماسك الأسري، هو ده بيحميكم من حاجات كتير قوي. عايزين نرجع هذا التماسك وهذا التواصل بين أفراد الأسرة لمواجهة مشكلة المخدرات. يا دكتور اولا استاذ عمرو عثمان شرفتني بوجودك معنا. استاذ عمرو عثمان رئيس مركز مكافحه صندوق مكافحه الادمان، كل الشكر لكل المعلومات اللي حضرتك قدمتها. شكرا. كل الشكر لكل الجهود سواء في المستشفيات سواء في الاتصال وتلقي الحالات سواء في الحمله الاعلاميه. مزيد من الحقيقه التوفيق، وخليني اقول لحضرتك بتعهد قصاد الكاميرا اعتبر أن أمة الله الجالسة قدامك هي وسيلة من وسائل المساعدة بأي شكل حضرتك ترى لو رأيت أن فيها المساعدة. شرفتنا،
أشكرك على تواجدك رغم المشغوليات اللي وراك. تحياتي لحضرتك. أنا يعني أنا بشكر حضرتك على اهتمامك الصادق بهذه القضية. العفو. وشرف لينا اللي احنا نتعاون معاكي في المستقبل. شرفني. لمواجهة هذه المشكلة. يشرفني. وحضرتك ده نموذج مهم جدا للإعلام المستنير في مواجهة القضايا المجتمعية. أشكرك يا دكتور، شرفتنا. شكرا. تحياتي لحضراتكم الطيبين. كل اللي بقوله جملة واحدة، الأستاذ عمرو عثمان قال جملة مهمة طول الوقت بنكررها، البيت هو خط الحماية، البيت هو خط الدفاع. اوعوا تخلوا البيت بابه مفتوح، اوعوا تخلوا ولادكم في مهب الريح، اوعوا تفتكروا ان الفلوس والامكانيات والموبايل هم اللي هيساعدوا الولاد ويحموهم ويعدوا بيهم لبر الامان. اللي هيعدي بولادنا لبر الامان القلب المفتوح والعقل الفاهم الواعي. ايه التغيرات اللي بتحصل لولادنا؟ ايه الكلام اللي لازم اتكلمه معاه؟ بأي أسلوب أفتح معاه الحوار؟ أناقشه إزاي؟ أحاوره إزاي؟ لما أعاقبه أعاقبه إزاي؟ لما أحب أجيبه أجيبه إزاي؟ خليني أفكركم بعبارة معاوية الشهير: بيني وبين الناس شعرة، إذا شدوها أرخيتها، وإذا أرخوها شددتها. محتاجين نطبق حكمة معاوية في حكم الشعوب مع أولادنا في زمن الحقيقة صعب وفتن وأصعب، وكمان الحقيقة مخاطر تعرض ولادنا لكل أنواع الإدمان برضو أصعب. تحياتي لحضراتكم. أما بقى كل ابن من ولادنا أو كل بنت من بناتنا، خافي على مستقبلك، خافي على مستقبلك وخاف على مستقبلك. محدش هيعوضك الحقيقة لو راح منك. مفيش بكرة جاي لو النهاردة أنت ما انتش واعي فيه. خلي بالك من نفسك، لأن كل اللي أنت شايفه ده مجرد أوهام. إياك تبيع نفسك المخدرات، أنت أقوى من المخدرات، شعار هنفضل نكرره مرة تانية. رقم صندوق مكافحة الإدمان 16023، أتمنى يطلع على الشاشة وإحنا بنختم. رقم صندوق مكافحة المخدرات 16023، ومرة تانية العلاج مجاني في هذا الصندوق كما يقول الأستاذ الفاضل عمرو عثمان رئيس صندوق مكافحة الإدمان. تحياتي لحضراتكم وكل أمنياتي لكل ولد وبنت وكل أب وأم وأخت وأخ في هذا المجتمع بكل الأمان والخير والحماية. وما فيش حاجة اسمها مخدرات إلكترونية ولا رقمية. تحياتي.